السلام عليكم حني الوتي، شنو اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اقتراح اليوم ان شاء الله يكون واحد الكيك هش وقطني غزال بزاف، وتيجي المذاق ديالو النسمه ديالو ما نقول لكم. غنعملوا ان شاء الله بزبده الفول السوداني اللي سبق وحضرنا مع بعضياتنا في الفيديو السابق. كيف ما يمكن لكم تعملوا التجاريه ما كاين حتى اشكال. نحتاج عندنا 50 غرام ديال زيت المائده، 125 غرام من زبده الفول السوداني، 200 غرام ديال الدقيق الابيض، ساشي من الخميرة الكيماوية، 125 غرام من سكر سنيدة، 150 غرام من الحليب الدافئ، زوج ديال البيضات، وساشي ديال الفاني. طريقة بسيطة جدا. في صلادية غادي نوضعو السكر مع البيض. غنحتاجو زوج البيضات مع 125 غرام من سكر سنيدة، غنطحنوها بشكل جيد حتى يتموس لينا البيض مع السكر. ودائما سنيده من الاحسن في الباتيسري تكون سنيده رقيقه ماشي الغليظه. غنضيفوا لها 150 غرام ديال الحليب. الحليب من الاحسن يكون دافئ. ثم غادي نضيفوا الزيت، اي زيت مائده. بالنسبه لي استعملت زيت ديال لافوكا 50 غرام. ثم كنضيفو 125 غرام من زبدة الفول السوداني ونردو البال. كنخلطو الكل حتى كتنسجم المكونات السائلة مع بعضها. ثم تنمرو لإضافة المواد الجافة. والآن نمرو لتحضير المواد الجافة. غادي نحتاجو فيها الدقيق الأبيض مع ساشيت الفاني والخميرة الكيماوية، ومن الاحسن نكونوا مغربلين الدقيق من قبل هو والخميره الكيماويه. كنخلطوا المكونات مع بعض حتى كتنسجم. وفي هذه الاثناء نكونوا حضرنا الاناء اللي غادي نعملوا فيه الكيك. نكونوا دهناه بالبخاخ والزبده او بالزيت وبالدقيق، ودخلناه نص ساعه المجمد باش ما تلصق لناش، لان العجينه تجي هشه بزاف. هذا هو القوام ديالها، كتجي عاقده نسبيا. كنقلبوها في المول اللي كيدخل الفرن، وكندخلوها الفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجه تقريبا ما بين 35 حتى 40 دقيقه. كتصبح جاهزه، تجي غزاله جدا في المذاق، ما تحتاجش تدهنيها ولا تزينها. ممكن تزينها بالخطوط ديال زبده الفول السوداني كبتيت غابيل او بالشوكولا، لكن هي هكذا كتجي رائعه جدا. كنشكركم حبيباتي للمتابعه.